السلام عليكم. ألو سيدنا، بأذنك من الشبكة جدا ضعيفة. لا لا، أنا أسمعك الآن سماحة الشيخ سامر. اذكر لي أركان الإسلام جزاك الله خير. أنتم من أي بلد؟ من مصر. من أي بلد؟ من مصر. اذكر لي أركان الإسلام جزاك الله خير. نعم، على حياك الله. الإسلام هي مقومات هي الصلاة والسيرة النبوية على محمد صلى الله عليه وسلم. أركان الإسلام السيرة النبوية؟ أنا بقول لك شيخ أركان الإسلام أنا مالي ومالي السيرة النبوية. اذكر لي أركان الإسلام. ما أسمعك. اذكر لي أركان الإسلام سمعت الشيخ. ألو. أيوة سمعت شيخ. اذكر لي أركان الإسلام سمعت شيخ سامر. أركان الإسلام ترى واضحة يا مولانا، هي اعتماد أركان الصلاة واحدة. الصلاة. الصلاة اثنين. اثنين هي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يا عم سيرة النبي ايه بس يا شيخ سامر، هي سيرة النبي في أركان الإسلام. ما هي أركان الإسلام سمعت الشيخ سامر؟ حضرتك مش عارف أركان الإسلام؟ بني الإسلام على كم يا شيخ؟ هرب وأغلق الخط، أعوذ بالله. معمم الشام مش عارفين أركان الإسلام، بيقول أركان الإسلام سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله، ده دول معممين يعني، دول اللي بيعلموا الشيعة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يعني لا أدري نضحك أم نبكي. كان معكم شيخ الشيعة الذي يجعل أركان الإسلام سامر البخيتاوي.